مكتوبة سلفا، يريد أن يقرر، يريد أن يأخذ وجوده الخاص بيده وأن يختار في كل المجالات. كما أن هذه الحركة الشبابية، فكأن هذه الحركة الشبابية وظهور الهوية فلسفيا هو شكل من تعميق الديمقراطية كنظام سياسي. في الديمقراطية نختار من يمثلنا، وفي الهوية نختار كيف نمثل أنفسنا عند الآخرين. فالإنسان يريد أن يختار حقيقته في كل مجالات الحياة اليومية والشخصية. وهكذا انتشر سؤال الهوية سنوات الستينات، حتى كادت الهوية أن تصبح دينا جديدا، فعلى كل واحد أن يخلق خاص به وعالمه الخاص به أيضا. هل يعني القول إن سؤال الهوية هو سؤال حديث أن صراع الهويات هو حديث أيضا؟ يعني سؤال الهوية أننا لم نعد نطرح الهوية إلا في العصر ديالنا الحديث، لكن الصراع ديال الهويات هل هو أمر حديث أم أمر قديم؟ ينبغي التمييز بين التفكير الفلسفي الذي يطرح المفهوم ويتأمله ويشقق مفارقاته، وبين الأفعال الإنسانية التي تتخذ من الهويات منطلقا للتعامل فيما بينها انطلاقا من هاجس الغلبة والاقتحام. وهنا نقف عندما يمكن أن نسميه بالهوية المنغلقة. وقد عرف التاريخ البشري وما يزال يعرف مواقف هوياتية يمكن وصفها بالانغلاق. ويمكن القول كقاعدة إنه كلما كثرت الخصائص المحددة للهوية كلما مالت تلك الهوية إلى التكلس والجمود. يعني عندما تكثر الخصائص ونبحث عن الخصائص الكثيرة فإن الهوية يصيبها نوع من التكلس. نفكر هنا في كثير من النزاعات الهوياتية التي عملت على تبخيس غيرها من الشعوب، بل وإبادتها انتصارا لهوية نقية مزعومة. وأشير هنا إلى النزعة الشعوبية، ودائما نحتاج لدراسة نقدية لتاريخنا الثقافي ونستخرج منه الإيجابي، ولكن أيضا أن ننبه على السلبي. ومع الأسف أن ثقافتنا وحضارتنا عرفت هذه النزعة الشعوبية في مظهرين: مظهر عربي يفتخر بالنزعة العربية وبالعرق العربي ويعتبر أن العرق العربي أسمى الأعراق، لكن بعد ذلك ستقع رد فعل قوية من طرف الفرس، وعندئذ ستظهر نزعة شعوبية أيضا تعلو من شأن العرق الفارسي ضد العرق العربي. وهذه من الأمور التي ينبغي أن ننظر إليها نظرة نقدية حتى نعلم أننا لسنا براء مما قد يصيب الشعوب الأخرى. هذا الأمر هذا لن أقف عنده كثيرا لأنه تاريخي وثقافي وتعرفونه. هل تريدون أن أتحدث لكم عما فعله الاستعمار الذي اعتبر ثقافته أرقى من ثقافة البلاد التي استعمرها، فهو هان لغتها وثقافتها على حساب لغته وثقافته؟ هل أحدثكم عن مشكل العبيد وكيف كان ينظر إليهم الإنسان الأبيض، بل كيف كان يسخرهم كما تسخر البهائم؟ وهل تريدون أن أحدثكم عما صنع الإقطاع بالكائن البشري وكيف كان يعامله؟ أم أحدثكم عن النازية وماذا صنعت بسبب اعتقادها بالعرق الألماني الخالص النقي الذي لا ينبغي أن يدنس بعرق آخر؟ وهل أحدثكم عن الهوية القاتلة في رواندا برعب السواطير وفي البوسنة والهرسك، وما فعله وما يفعله اليمين المسمى متطرفا اليوم بفرنسا، وكيف تعاني الأقليات من أفكاره؟ هذه كلها أمور تعرفونها ولا حاجة لي بأن أقف عندها، لأن أصواتها تصلكم من أجهزة الإعلام. إذا كان هناك
من ينظر إلى الهوية كعرق خالص نقي ويرفض غيره من الهويات، فإننا الآن أصبحنا في عالم يكاد يعتبر الهوية وصمة عار. نعتبر أن الهوية أننا الآن كأننا نريد أن نعيش في عالم بلا هويات. فإذا كان من ثوابت الهوية المكان والزمان واللغة والدين والثقافة، فإن البعض اليوم ينادي بانهيار هذه السمات وذوبانها في تيار العولمة الجارف، فقد انتهت العلاقة بالمكان، لم تعد هناك جغرافية، لم يعد هناك وطن، بل حتى الزمان تلاشى. فالزمن زمن الضوء الذي تجري فيه الأعمال، إنه عصر التبادل الرقمي، إنه زمن سريع جدا، إنه زمن الخراط في اللحظة الراهنة، لا زمن الماضي ولا زمن المستقبل. وكل نشاط أصبح عابر للقارات، فتنشأ روابط وتجمعات وهيئات لا تقوم على أي رابطة من أرض أو معتقد أو دم أو عرق أو لغة. لقد أصبح الاتصال بين البشر اتصالا أفقيا عبر الشبكات، بعدما تخلخل الإطار المكاني، وظهور هويات جديدة تعمل على بعد وتتصل على بعد. وهكذا استطاعت العولمة بأداتها الجديدة الحاسوب وبإنسانها الجديد الذي خلقته الإنسان العددي أن تؤدي إلى تلاشي الهوية لتصبح ظاهرة كونية شاملة وصيرورة تاريخية يتحول معها العالم باستمرار، ولا شيء يبقى ثابتا، فقد تغير العالم بمشهده وبنيته ومحركاته وقواه، كما تغير بزمنه وإيقاعه، كما تغير بمفاهيمه وأفكاره. وهكذا تلاشى الواقع تلاشيا حقيقيا وأصبح عالما افتراضيا وفقد بعده الواقعي الملموس، بل لقد أصبح الافتراضي أقوى أثرا من الواقعي. فكيف أصبح موقف المفكر من هذا العالم؟ لما رأى بعض المفكرين أن الأزمة طغت وانتشرت وأصبحت تمس اللعبة الوجودية للإنسان نفسه، وهي مسألة المعنى، لأن ما يمكنش الإنسان يعيش في الحياة بدون معنى، ظهر المثقف يشير إلى أفخاخ العولمة ويتحدث عن شر العولمة ويتحدث عن نذور العولمة، هنا أشير إلى تشومسكي مثلا وغيره ممن صب جام نقده على العولمة وكشف أخطارها في هذه القيم التي عاش عليها الإنسان لظهور عديدة. فهل نتحول نتيجة هذه العولمة الجارفة إلى دعاة للتراث الذي نملكه للدفاع عن هذه الذات الجريحة التي تعيش اليوم آلاما سياسية وثقافية، فنتحول إلى هوية قاتلة كما نلحظ اليوم مما يصنع أبناء جلدتنا من المشاركين لنا في الملة واللغة والتاريخ، فنعيش سجنا جديدا وقوقعة حديثة، أم نأخذ من ثقافتنا الأصيلة، أم نتنصل من ثقافتنا الأصيلة وندوب في العصر ذوبان نهر جليدي في البحر، أم لا بد لنا أن نبتدع لغة جديدة ومنطقا جديدا مستفيدين من منطق العولمة باعتباره يجمع بين المعرف والوجود، بين المعرف باعتباره فرصة معرفية قربت المعرفة والعلم إلى مستوياتها الدنيا، ووجودية باعتبارها تتحدانا لنغير ما بأنفسنا ونتغير على ما نحن عليه، وإن كان دون هذا الأمر كثير من التحديات. كيف يمكن للمفكر المعاصر وهو ينتج معرفة أن يسهم في فهم وتشخيص ما يجري من أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا؟ ينتج معرفة تحرك الفكر
وتقدم الإمكانات المتاحة للتدبر والاختيار والتدبير. أما معرفة الواقع على حقيقته فقد أصبح اليوم أمرا مستحيلا كما تعلمنا الدراسات الإبستيمولوجية المعاصرة. إلى أي حد يمكن الحديث عن هوية إحيائية في المجتمع المغربي؟ على الأقل كنموذج لمجتمع هوياتي منفتح في مقابل هويات سائلة. لا يجب أن ننكر أن كثير من القيم أمامنا بدأت تتغير، ومنها تراجع حكمة الكبار عند الشباب، تراجع هذه أمور مأخوذة من دراسات سوسيولوجية، وتراجع العلاقات العائلية وبروز الفردانية بصورها المختلفة بسبب التغييرات الهيكلية التي تقع داخل المجتمع والتي يجب رصدها ومتابعتها. فاستقلال الأبناء عن الآباء من القيم الجديدة التي تقتحم المجتمع المغربي، مثل نزوع المغاربة أيضا إلى نبذ العنف داخل الأسرة ومشاركة المرأة في العمل السياسي، هذا كله رغم أننا لازلنا في مجتمع محافظ بالقيمة الإيجابية لكلمة محافظ، إذ ليس كل محافظة تخلفا. فمجتمعنا المغربي أكثره يحافظ على الصلاة وتسود بينه قيمة التكافل الأسري. إن مجتمعنا المغربي يسوده توتر، وهو توتر عادي، والتغيير ماض داخل المجتمع، تسرع منه الثورة التكنولوجية وتفاعل المغاربة مع العالم، ففي كل 10 مغاربة هناك 1 في الخارج. ثم إن الشباب هو دائما بؤرة التغيير وأحيانا بؤرة الغضب، فإذا لم تتح للشباب الفرص للتعبير عن آرائهم وأفكارهم التي قد تكون صادمة أحيانا، ليلتمس لها الأدلة والحجج وينصت إليهم بأدب الاختلاف، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى الطريق المسدود. ومن هنا أهمية الفضاء العمومي مثل هذا الفضاء الذي نعيشه اليوم. فنحن نعيش مرحلة ضبابية وغياب رؤية عميقة، ولا سبيل للخروج من ذلك إلا بالحوار مع الجميع، وبخاصة الحوار يعني بين الأجيال. لما الحديث عن هذا؟ إننا عندما نطرح إشكال الهوية فإن هذا الطرح موضوعي، لكن يظل مفهوم الهوية كقوة خفية تسري في الفرد فتحقق له وحدته الداخلية